عقدة الخواجة اللي بقت مسيطرة على كل المصريين، والاهتمام بلبس البراندات والماركات العالمية، مع إن الإنسان أساساً بيتحكم عليه من تصرفاته وأفعاله وأخلاقه وضميره مش بمظهره. الوقت اللي بتمر بيه مصر والاقتصاد المصري صعب جداً، ولازم بقى كلنا كمصريين يبقى عندنا إنكار ذات ونشجع المنتجات المحلية اللي بيصنعها مصريين. المنتجات كويسة جداً. من يومين كنت مع بنت أخويا وشفت معاها شنطة جميلة قوي، فسألتها الشنطة دي جايبها منين؟ قالت لي الشنطة دي جايبها أونلاين ومتصنعة في مصر، منتج عالي الجودة. قلت لها بعتيلي اسم المصنع اللي بيصنع المنتج ده وهنزل لكم اسمه وصورة لبعض المنتجات اللي بيعملها. شجعوا المنتجات المصرية واشتروا منها علشان تدعموا الاقتصاد المصري وتقفوا جنب الناس اللي بتشتغل في المنتج المحلي. ساعتها هنتخلص من عقدة الخواجة وعرفوا إن الإنسان بأفعاله وضميره وأخلاقه مش بمظهره خالص. صباحكم فل.